أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم حديثنا عن الدواء الشافي للمشاكل الجلدية، الأكزيما والصدفية والتشققات والبياض الجلدي. وسبب هذا الموضوع وهذه الوصفة هي أن أحد أبنائي مصاب بمشكلة جلدية يقول عنها الأطباء أنها نوع من أنواع الأكزيما، وكل طبيب يصرف لنا نوعا من الأدوية وجرب العشرات منها دون فائدة. وبعد تفكير قلت سوف أعمل له مركبا خليط من العناصر التالية: أولها زيت جوز الهند المعصور على البارد، والحقيقة الحصول عليه يحتاج لمهارة ووقت طويل، قد تستمر في إعداده إلى 4 ساعات تقريبا. لكن إذا كنت تعرف عطارا موثوقا يجلبه لك من ثقات ومعصور على الطبيعة فهذا أفضل، وأنا جلبته من شخص أتعامل معه في محلات العطارة يعصرونه بأنفسهم، أو أنه يجلبه من أناس يعصرونه بأنفسهم، وأخذت منه 5 كيلو ب500 ريال تقريبا. هذا هو المكون الأول، ونأخذ منه مقدار هذا الفنجان الذي أمامكم، هذا الفنجان، وأنا أخذت ملأه قبل في هذه الخلطة التي ترونها أمامكم، لكن هذا الذي أمامكم هو الآن كان في الثلاجة وهو متجمد الآن، أخرجته من الثلاجة، لكن في هذه القارورة كان عندي جزء وضعته خارج الثلاجة فأصبح مذابا أو دهنيا مثل الزيت تقريبا. وأخذت منه مقدار هذا الفنجان ووضعته مع هذا الخليط الذي يتكون كما قلت لكم من جوز الهند أو زيت جوز الهند المعصور على البارد، ثانيا زبدة الكاكاو وأنا أخذتها من الصيدلية، ثالثا جلي أو فازلين جونسون غير معطر من الصيدلية أيضا، رابعا جلسرين كريم الأصلي ومن الصيدلية أيضا، خامسا بيتا ديرم وهو كريم موجود في الصيدلية وأخذته من الصيدلية وعلى ما أعتقد أنه صناعة مصرية. وأما طريقة التحضير فهي كالتالي: نأخذ من زيت جوز الهند مقدار فنجان القهوة كما ذكرته لكم، ثم مقدار ملعقة الطعام، هذه ملعقة الطعام من كل صنف من بقية الأصناف الأخرى، ثم نخلط الكمية في إناء مثل هذا، وأنا خلطته قرابة نصف ساعة تقريبا، حركته كثيرا لمدة نصف ساعة حتى ظهر بهذه الصورة،
ثم أعيد تعبئتها في علبة مثل هذه أو مثل هذه تكون فارغة والتي استهلكت سابقا. والله مفعولها طيب جدا، واستفاد منها ابني فائدة كبيرة. واليوم كان يسألني ويقول: يا أبوي سوي لنا الخلطة. قلت: أبشر. وها أنا أعددتها وصورتها لكم الآن للاستفادة منها أيضا. والدال على الخير كفاعل. أسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. انشروها بين الناس، فهناك الكثير يعاني من المشاكل الجلدية. أنا والله بنفسي أستخدم هذه الخلطة للجفاف، وأجد مفعولها مفعول ممتاز وقوي جدا. موضوع اليوم يهم النساء بالدرجة الأولى والباحثات عن التجميل والجمال وتفتيح البشرة الداكنة، وأيضا الشباب الذين يعانون من حب الشباب، وكذلك الذين يعانون من تجاعيد البشرة. هذا الخليط الذي ترونه أمامكم هو شمع النحل مع العكبر، مع عدد من الفوائد التي سوف أذكرها لكم بعد قليل. على سبيل المثال: كريم ليلي من شمع النحل للعناية بالبشرة. نخلط 3 ملاعق كبيرة من شمع العسل مع نصف كوب من زيت الزيتون، ونضع المزيج على نار هادئة حتى يذوب تماما، ثم نضيف 1/4 كوب من كل من الماء الممزوج بخل التفاح، ثم نخلط المكونات معا ونضعه في الثلاجة ونتركه مدة لا تقل عن ساعة. ثم تضعون الكريم على البشرة في الليل، ويمكن الاحتفاظ بهذا الكريم مدة تتراوح ما بين 3 وحتى 4 أسابيع. هناك تجربة لإحدى الأخوات تقول فيها أن جدتي نصحتني بخلطة استغربتها، وهو شمع النحل المذاب في زيت الزيتون، وتقول أن بشرتها كانت دهنية وفي وجهها حب الشباب. وتقول عن نفسها: عندما بدأت أستخدم هذه الخلطة تغير وجهي بنسبة 85%، وصار لي الآن أستخدمه قرابة 3 أشهر، والكل انتبه لهذا التغير على وجهي، وأصبحت النساء تتناقل هذا الخبر، مما جعلني حديث المجالس ووجهي صار مشدودا وصغرت كثيرا عن عمري الحقيقي. وها أنا كبرت لكم الصورة، وهذا هو الشمع، شمع النحل مع العكبر مع حبوب اللقاح مع غذاء ملكات النحل كما شاهدته في المقطع السابق. مكونات هذا الخليط لجمال البشرة هو كمية من مخلفات النحل، خاصة النحل الذي يتربى على أشجار الطبيعة الموجودة على الكرة الأرضية، أي النحل الحر وليس النحل الذي تتم تغذيته في مناحل بالسكر وبعض الأطعمة الرديئة. فهو أسوة بالعسل، من الطبيعي أن تختلف مكوناته ولونه وخصائصه، وكذلك العكبر يختلف لدى نحل من منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك في فصول السنة المختلفة. والسبب أن النحل يقوم بتجميع أصل مادة العكبر من الأشجار والنباتات المحيطة به، والتي تختلف أنواعها باختلاف المنطقة الجغرافية والظروف المناخية. والسبب في ذلك أن النحل يقوم بتجميع أصل مادة العكبر من الأشجار والنباتات المحيطة به، والتي تختلف أنواعها باختلاف المنطقة الجغرافية والظروف المناخية.
ومن ناحية اللون غالبا ما يكون لونه بنيا بدرجات متفاوتة في غمق اللون كما في الصورة التي أمامكم. تشكل المواد الشمعية ما نسبته 30% من تركيبته، والمواد الصمغية والبلسمية النباتية ما نسبته تقريبا 50%، وأما الزيوت العطرية الطيارة فنسبتها تقريبا 10%، وأما حبوب اللقاح فما نسبته تقريبا 5%، إضافة إلى العشرات من المواد الكيميائية المختلفة والتي هي بيت القصيد في شأن الفوائد الصحية للعكبر. أما من ناحية التركيب الكيميائي فإنه يحتوي على 300 مركب. ومن فوائد شمع النحل للوجه أنه يستخدم شمع النحل في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما، وذلك يعود لأنه يمنع الفطريات والبكتيريا من النمو والتكاثر. ومن أسماء العكبر البروبليس، وأحضرت لكم هذا الذي ترونه أمامكم، وهي بودرة العكبر، وتتواجد أو موجودة في محلات العطارة لمن لم يجد العكبر الأصلي كما شاهدته في الفيديو السابق. أيضا هناك أمر مهم في موضوع العكبر وخليط الشمع، إذا خلط بزيت الخروع، إذا خلط بزيت الخروع وسخن على النار ثم صفي بعد ذلك ووضع في قارورة، فإنه يستخدم لعلاج البواسير، وهو نافع جدا ولتشققات البواسير أو التشققات الشرجية أو البواسير بأنواعها، ولذلك فهو علاج فعال للشقوق الشرجية والبواسير. فإن وضع خليط من شمع النحل والعسل وزيت الزيتون على المنطقة المصابة لمدة 12 ساعة تقريبا، فمن شأنه الحد من الألم والنزيف والحكة المصاحبة للبواسير. أيضا هذا الخليط يحارب التجاعيد والترهلات التي تظهر على الوجه، وذلك يعود إلى أنه يحتوي على العديد من الخصائص الوقائية التي تحد من انسداد مسامات الجلد. يستخدم شمع النحل في تحضير العديد من أنواع مستحضرات التجميل وإظهار الوجه بشكل جذاب، ويساعد في التخلص من الجلد الميت. يساعد شمع النحل في تفتيح لون البشرة الداكنة، ولذلك فهو يعد أحد المكونات الأساسية في الكريمات الخاصة بتفتيح البشرة، ويساعد في التخلص من حب الشباب، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ألف، بالإضافة إلى أنه يساعد في تطهير البشرة والحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب والعيوب، وذلك عن طريق تطبيق كمية مناسبة من شمع النحل يوميا على البشرة وتركها حتى تجف بشكل كامل ثم غسله بالماء الدافئ. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.